تليفون مهم جدا جدا مع خبيرنا التحكيمي الكابتن عادل عاقل علشان نساله عن حاله او بعض الحالات التحكيميه في مباراه الاهلي ودجله. يا كابتن برحب بحضرتك. السلام عليكم. عليكم ازاي السلام، حضرتك ازاي حضرتك؟ كابتن كله تمام؟ عمر، وتحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين وكل فريق العمل. طبعا يعني اكيد طبعا حضرتك تابعت مباراه الاهلي ودجله وفي بعض الجدل في اه الحالات التحكيميه. هبدا مع حضرتك ب اتفضل. الهدف الخاص بدجله، هل حضرتك شايفه هدف صحيح ولا هدف غير صحيح زي ما كابتن والله جهاد شاف والله انا الفار؟ اه اتفضل. انا بس قبل ما نتكلم في الحالات التحكيميه عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا يا كابتن عمر، مهمه جدا، ان هو احنا شايفين في الفتره الاخيره ان في نوع من الجدل والاختلاف بين الفار وبين حكام الساحه والعكس. انا شايف ان احنا لسه حتى الان لم يكن هناك للفار التواجد اللي كنا بنامل فيه، وده طبعا سببه ان احنا كان مده التدريب تقريبا 38 يوم، لجنه الكابتن جمال غندور اللجنه السابقه ورفاقه 38 يوم غير كافيين في كل الدول اللي بدات تطبق الفار، على الاقل من 8 ل 9 شهور، واعتقد ان ده كان هيفرق كتير جدا جدا جدا، وكان على الاقل هياتي بثماره، لكن عندنا امل الفتره اللي جايه تبقى افضل. اتفضل يا كابتن نتكلم بقى في الحالات. طيب ضربة الجزاء، هل طب بلاش ضربة الجزاء الآن عشان أنا بكتب ايوه قدامي ضربة الجزاء وبكتب الحالات بس. الهدف الأول اتفضل. لدجلة، هل الهدف الأول لدجلة هل هو أوف سايد ولا مش أوف سايد؟ لا، الهدف الاولاني اللي دجله هدف صحيح، وهنا لازم نقول يعني نصا للقانون وبروتوكول الفار ان الاداب بيسمح ان الحكم الوحيد اللي كان المساعد الوحيد اللي كان موجود في الملعب النهارده كابتن محمود ابو رجال هو اللي معاه رخصه الاي فار، ويمكن البروتوكول في ناس مش واخده بالها ان بروتوكول الفار والايباد بيسمح له ان هو اللي يطلع اللي يروح للشاشه ويراجع مع كابينه الفار، مش الكابتن جهاد جريشه اللي المفروض منوط بيه ان هو يروح في ركلات الجزاء في البطاقات الحمراء في مثل هذه الحالات اللي بتحصل داخل المستطيل الاخضر. لكن في وجود محمود رجال في الطاقم كنت اتمنى ان يكون في هناك وعي ونطبق نص البروتوكول، ويروح محمود ابو رجال ويتناقش وعلى شاشة المراجعة، اعتقد كان هيرجع محمود ابو رجال ومتخذ قرار ان هدف صحيح، لان ابو رجال فعلا اشار بصحة الهدف والهدف صحيح، وهذا هنا دجلة كانت تستحق هدف يا كابتن عمر. هل يوجد ركلة جزاء لنادي وادي دجلة؟ في الدقيقة 18 يا كابتن عمر في ركلة جزاء صحيحة لوادي دجلة للأسف، هو ده اللي أنا بدأت بيه حديثي مع حضرتك لما قلت إن هناك جدال كبير وبين الفار وبين حكم الساحة. للغريب بقى في ركلة الجزاء بتاعت وادي دجلة اللي في الدقيقة 18 وكانت النتيجة لسه 0-0، لم يحتسبها كابتن جهاد جريشة ولم يتدخل الفار، يعني لم يحتسبها كابتن جهاد جريشه ولم يتدخل الفار لاحتساب ركله الجزاء، وهنا ده قرار مثير للجدل ومثير للتساؤل، ولا كابتن جهاد جريشه اشار عليها قال في ركله الجزاء ولا تدخل كحكم ساحه لان هو صاحب القرار الاول والاخير، ولا الفار بحكم الاثنين حتى في اللي في الكابينه اللي هم كابتن وائل فرحان ومصطفى عثمان الاثنين حكام ساحه، كنت اتمنى ان هم يتدخلوا ويطلبوا كابتن تمام. يعني جهاد. هي ركله جزاء يا كابتن عادل؟ تمام يا فندم، تمام طيب. تمام يا كابتن عمر. طيب رأي حضرتك بقى في تنفيذ ركلة الجزاء لمحمد مجدي قفشه، يمكن كان في بعض الكلام اللي موجود على السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي على ان الكابتن عبد المنصف تحركه في وقت تنفيذ ركلة الجزاء، يعني لا يا فندم هل فعلا في عند حضرتك وجهة نظر او شايف ان حضرتك التنفيذ كان خاطئ وكابتن عبد المنصف تحرك قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وكان هنا يلزم على كابتن جهاد جريشه وبرضه يا كابتن عمر على الفار ان هو يتدخل كما حدث قبل كده من عمرو الشناوي في 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 ماتش في سي مصر ودجله برضه وتدخل عمرو الشناوي كان حكم فار، وتدخل حسام حجاج برضه كان حكم فار، وتدخل في اعاده ركلتي جزاء. طيب يعني لو تقييم حضرتك للكابتن جهاد، هل حضرتك شايف تقييمه ايه في المباراه؟ انا شايف الكابتن جهاد النهارده هو واحد من افضل حكامنا في الفتره الاخيره، لكن جاي كابتن جهاد رغم خبراته اللي انا اعتقد ان كابتن جهاد عنده اداء افضل من كده وعنده مستوى افضل من كده. كابتن جهاد يمكن يكون متاثر، معلش يا كابتن عمر الموضوع بعيد خالص عن متاثر بوضعه في القائمه الدوليه رقم 2 بعد ابراهيم نور الدين، فاعتقد ان هو ما زال متاثر بهذا القرار او بهذا الترتيب
اللي هو كان عنده امل يكون رقم واحد علشان يمثل مصر في مونديال 2022. اشكرك كابتن عادل، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا. الكابتن عادل عقل الخبير التحكيمي، وده رايه بالنسبه لمباراه الاهلي ودجله في الحالات التحكيميه المثيره للجدل. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل بعديها